السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح التمرين الرابع من الدرس الثالث المتتاليات العددية. نص التمرين يقول: لتكن إن المتتالية العددية المعرفة ب حدها الأول يساوي 1، ولكل إن عدد صحيح طبيعي إن زائد 1 تساوي 7 يو ان زائد 2 الكل مقسوم على 3 يو ان زائد 2. السؤال الأول: بين بالترجع أن لكل ان عدد صحيح طبيعي يو ان يتواجد بين 1 و 2. السؤال 2 1: تحقق من أن لكل ان عدد صحيح طبيعي يو ان زائد 1 ناقص يو ان تساوي 2 ناقص يو ان الكل عامل لي 1 زائد 3 يو ان الكل مقسوم على 3 يو ان زائد 2. السؤال 2 2: استنتج رتابة المتتالية UN ثم بأنها متقاربة. السؤال 3 1: بين أن لكل N عدد صحيح طبيعي 2 ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل لـ 2 ناقص UN. السؤال 3 2: استنتج أن لكل N عدد صحيح طبيعي القيمة المطلقة لـ 2 ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N. سؤال 3 3: أحسب نهاية المتتالية UN. رابعا: لتكن VN المتتالية المعرفة ب لكل N عدد صحيح طبيعي VN تساوي UN ناقص 2 الكل مقسوم على 3 UN زائد 1. سؤال 4 1: بين أن المتتالية VN هندسية مع تحديد أساسها وحدها الأول. سؤال 4 2: حدد VN بدلالة N. سؤال 4 3: استنتج أن UN تساوي 2 ناقص 1 على 4 عامل ل 1 على 8 الكل أس N الكل مقسوم على 1 زائد 3 على 4 الكل عامل ل 1 على 8 الكل أس N. السؤال الأخير: أعد حساب نهاية المتتالية UN. السؤال الأول: لنبين بالترجع أن لكل N عدد صحيح طبيعي UN محصورة بين 1 و 2. لدينا من أجل N يساوي 0 U0 تساوي 1، وبالتالي U0 تتواجد بين 1 و 2، وهذا يعني بأن الخاصية محققة من أجل أول عنصر. ليكن N عدد صحيح طبيعي نفترض أن UN محصورة بين 1 و 2، ولنبين أن UN زائد 1 محصورة بين 1 و 2. من أجل هذا سنقوم بحساب الفرق UN زائد 1 ناقص 1. تعبير UN حسب معطيات التمرين هو 7 UN زائد 2 الكل مقسوم على 3 UN زائد 2 ثم ناقص 1. نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو 3 UN زائد 2، ثم نستعمل نفس الكسر ناقص، هنا ناقص عامل لي 3 UN زائد 2. نزيل الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة، نغير إشارة كل تعبير فنحصل على ناقص 3 UN ثم ناقص 2، المقام دائما دون تغيير. 7 UN ناقص 3 UN هي 4 UN ثم 2 ناقص 2 تساوي 0، والمقام 3 UN زائد 2. إذن نحصل على UN زائد 1 ناقص 1 تساوي 4 UN الكل مقسوم على 3 UN زائد 2، وبالتالي يجب دراسة إشارة هذا التعبير باستعمال افتراض الترجع. لدينا UN أكبر من أو يساوي 1، يعني بأن 4 UN أكبر من أو يساوي 4 موجب. قمت بالضرب في العدد الحقيقي الموجب قطعا 4، الترتيب لن يتغير. كذلك UN أكبر من أو يساوي 1 تستلزم بأن 3 UN أكبر من أو يساوي 3، قمت بالضرب في العدد الحقيقي الموجب قطعا الترتيب لن يتغير 3. ثم نضيف العدد 2 لطرفي المتفاوتة، كذلك الترتيب لن يتغير، نحصل على 3 UN زائد 2 أكبر من أو يساوي 3 زائد 2 هو العدد 5 أكبر قطعا من الصفر. إذن المقام موجب قطعا، البسط موجب، هذا يعني بأن UN زائد 1 ناقص 1 أكبر من أو يساوي الصفر، وهذا يعني بدوره بأن UN زائد 1 أكبر من أو يساوي 1.
إذن حسب مبدأ الترجع لكل إن عدد صحيح طبيعي إن أكبر من أو يساوي 1. الحالة الثانية 2 ناقص إن زائد 1 تساوي 2 ناقص 7 إن زائد 2 الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. هذا التعبير هو تعبير إن زائد 1. نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو 3 إن زائد 2، ثم نستعمل نفس الكسر. هنا نقوم بالنشر، 2 في 3 إن هي 6 إن، 2 في 2 هو العدد 4، ثم ناقص هذا التعبير 7 إن زائد 2 بين قوسين. بما أن الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة فعند إزالتها سنغير إشارة كل تعبير، فنحصل على ناقص 7 إن ثم ناقص 2. بعد التبسيط نحصل على 2 ناقص إن زائد 1 تساوي 2 ناقص إن الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. حسب افتراض الترجع إن أصغر من أو يساوي 2، هذا يعني بأن 2 ناقص إن أكبر من أو يساوي 0. التعبير الكبير ناقص التعبير الصغير موجب. ولدينا كذلك حسب ما سبق 3 إن زائد 2 أكبر قطعا من الصفر. إذن 2 ناقص إن زائد 1 موجب، لأن البسط موجب والمقام موجب. وهذا يعني بدوره بأن إن زائد 1 أصغر من أو يساوي 2، أو 2 أكبر من أو يساوي إن زائد 1. وبالتالي حسب مبدأ الترجع لكل إن عدد صحيح طبيعي إن أصغر من أو يساوي 2. من خلال النتيجتين 1 و 2 نستنتج أن لكل إن عدد صحيح طبيعي إن محصور بين 1 و 2. السؤال 2 1، لنتحقق من أن لكل إن عدد صحيح طبيعي إن زائد 1 ناقص إن تساوي 2 ناقص إن الكل عامل لواحد زائد 3 إن ثم الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. ليكون إن عدد صحيح طبيعي لدينا إن زائد 1 ناقص إن، نعوض إن زائد 1 بتعبيرها وهو 7 إن زائد 2 الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو 3 إن زائد 2. هنا نقوم بالضرب والقسمة في 3 إن زائد 2، ثم نستعمل كسر وحيد نفس المقام. هنا بالبسط نقوم بالتبسيط، ناقص إن في 3 إن هي ناقص 3 إن أس 2، وناقص إن في 2 هي ناقص 2 إن. أقوم بتغيير أماكن التعابير، الجمع تبادلي في إغ، ثم في نفس الآن أقوم بالتبسيط، ناقص إن أس 2 عفوا ناقص 3 إن أس 2، 7 إن ناقص 2 إن هي 5 إن، ثم زائد 2. من جهة أخرى لدينا 2 ناقص إن الكل عامل لواحد زائد 3 إن، سنقوم بالنشر والتبسيط، 2 في 1 هو العدد 2، 2 في 3 إن هو 6 إن، ناقص إن في 1 هو ناقص إن، وناقص إن في 3 إن هو ناقص 3 إن أس 2. كذلك أقوم بتغيير أماكن التعابير، ناقص 3 إن أس 2، 6 إن ناقص إن هي 5 إن، ثم زائد 2. وهذا التعبير هو التعبير المتواجد هنا بالبسط. إذن نحصل على إن زائد 1 ناقص إن تساوي 2 ناقص إن الكل عامل لواحد زائد 3 إن، ثم الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. السؤال 2 2، لنستنتج رتابة المتتالية إن. لدينا حسب ما سبق إن زائد 1 ناقص إن تساوي 2 ناقص إن الكل عامل لواحد زائد 3 إن، ثم الكل مقسوم على 3 إن زائد 2. حسب سؤال الترجع لدينا إن أصغر من أو يساوي 2، هذا يعني بأن 2 ناقص إن أكبر من أو يساوي الصفر. التعبير الكبير ناقص التعبير الصغير دائما موجب. ثم لدينا كذلك حسب افتراض الترجع
أو عفوا حسب سؤال الترجع UN أكبر من أو يساوي واحد. إذا عند الضرب في العدد الحقيقي الموجب قطعا 3، الترتيب لن يتغير، نحصل على 3 UN أكبر من أو يساوي 3، ثم نضيف العدد 1. عند إضافة عدد حقيقي الترتيب لا يتغير، نحصل على 3 UN زائد 1 أكبر من أو يساوي 4، أكبر قطعا من الصفر، ثم 3 UN أكبر من أو يساوي 3. ها هو، هذا يعني بأن 3 UN زائد 2 أكبر من أو يساوي 5. قمت بإضافة 2 لطرفي المتفاوتة، الترتيب لن يتغير، و5 أكبر قطعا من الصفر. إذن هذا التعبير موجب، هذا التعبير موجب قطعا، التعبير المتواجد بالمقام كذلك موجب قطعا. وهذا يعني بأن UN زائد 1 ناقص UN أكبر من أو يساوي الصفر، مما يعني بدوره بأن المتتالية UN تزايدية. لنستنتج أن المتتالية UN متقاربة convergent، بما أن المتتالية UN تزايدية ومكبورة بالعدد 2 فهذا يعني بأنها متقاربة. السؤال 3-1، لنبين بأن لكل N عدد صحيح طبيعي 2 ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل لـ 2 ناقص UN. ليكن N عدد صحيح طبيعي لدينا 2 ناقص UN زائد 1 حسب ما سبق، قمنا سابقا بحساب هذا الفرق، تساوي 2 ناقص UN الكل مقسوم على 3 UN زائد 2، أي 1 مقسوم على 3 UN زائد 2 عامل لـ 2 ناقص UN. بما أن UN تتواجد بين 1 و 2 فإن 3 UN تتواجد بين 3 و 6، أي قمت بضرب أطراف هذه المتفاوتة في العدد 3، الترتيب لن يتغير. نضيف العدد 2 كذلك الترتيب لن يتغير، 3 UN زائد 2 محصورة بين 5، 5 هي 3 زائد 2، و 8 هي 6 زائد 2، أي عند المرور إلى المقلوب بما أن هذه التعابير موجبة أو هذا التعبير محصور بين عددين موجبين، فعند المرور إلى المقلوب الترتيب يتغير، فنحصل على 1 على 8 أصغر من أو يساوي 1 مقسوم على 3 UN زائد 2 أصغر من أو يساوي 1 على 5. إذن 1 على 8 عامل لـ 2 ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 3 UN زائد 2 عامل لـ 2 ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل لـ 2 ناقص UN. قمت بضرب أطراف المتفاوتة في 2 ناقص UN، الترتيب لم يتغير لأن 2 ناقص UN أكبر من أو يساوي الصفر، نظرا لأن UN أصغر من أو يساوي 2، وبالتالي لكل N عدد صحيح طبيعي 2 ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل 2 ناقص UN. السؤال 3-2، لنستنتج أن لكل N عدد صحيح طبيعي 2 ناقص UN داخل القيمة المطلقة أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N. لدينا من أجل N يساوي 0 2 ناقص U0 داخل رمز القيمة المطلقة تساوي القيمة المطلقة لـ 2 ناقص 1، U0 حسب معطيات التمرين هو العدد 1 والتي تساوي بدورها العدد 1. من جهة أخرى 1 على 5 الكل الصفر هو العدد 1، إذن 2 ناقص UN أو القيمة المطلقة لـ 2 ناقص U0 أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل الصفر. هنا سنستعمل الترجع، وبالتالي الخاصية محققة من أجل أول عنصر. ليكن N عدد صحيح طبيعي، نفترض أن القيمة المطلقة لـ 2 ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N، ونبين أن القيمة المطلقة لـ 2 ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N زائد 1.
لدينا 2 ناقص UN زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر حسب السؤال الأول، وأصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل 2 ناقص UN حسب السؤال السابق. إذن القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي القيمة المطلقة لواحد على 5 عامل لإثنان ناقص UN، مما يعني بأن القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي القيمة المطلقة لواحد على 5 في القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN. القيمة المطلقة لA في B هي القيمة المطلقة لA في القيمة المطلقة لB. القيمة المطلقة لواحد على 5 هو العدد 1 على 5، ولدينا حسب افتراض الترجع القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N. إذن نحصل على القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 1 على 5 عامل لواحد على 5 الكل أس N. 1 على 5 عامل لواحد على 5 الكل أس N هي 1 على 5 الكل أس N زائد 1. وبالتالي حسب مبدأ الترجع لكل N عدد صحيح طبيعي، القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N. سؤال 3-3 لنحسب نهاية المتتالية UN. لدينا لكل N عدد صحيح طبيعي، القيمة المطلقة لإثنان ناقص UN أصغر من أو يساوي 1 على 5 الكل أس N. وبما أن 1 على 5 محصور بين ناقص 1 و1، فهذا يعني بأن نهاية 1 على 5 الكل أس N عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0. وبالتالي حسب مصادق التقارب نهاية UN عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي 2. سؤال 4-1 لنبين بأن المتتالية VN هندسية يجب تحديد أساسها وحدها الأول. لدينا حسب معطيات التمرين لكل N عدد صحيح طبيعي VN تساوي UN ناقص 2 الكل مقسوم على 3 UN زائد 1. لكي نبين أن المتتالية هندسية يجب أن نحسب VN زائد 1. نأخذ تعبير VN نعوض N بN زائد 1، فنحصل على UN زائد 1 ناقص 2 الكل مقسوم على 3UN زائد 1 زائد 1. التعبير المتواجد بالبسط قمنا سابقا بحساب مقابله، قمنا بحساب 2 ناقص UN زائد 1، إذن لا داعي لتكرار الحساب. سنحصل على UN ناقص 2 المقابل على 3UN زائد 2، ثم المقام نعوض UN زائد 1 بتعبيرها. هنا بالمقام نقوم بتوحيد المقام، والمقام الموحد هو 3UN زائد 1. هنا نقوم بالضرب في 3UN زائد 2، هنا نقوم بالضرب في 3UN زائد 2. 1 في 3UN هو 3UN، ثم 1 في 2 هو العدد 2. المرحلة الموالية نختزل المقام والمقام، فنحصل على UN ناقص 2، هذا التعبير المتواجد هنا UN ناقص 2، ثم هنا 21 UN زائد 23 عفوا زائد 3 UN هي 24 UN، ثم 6 زائد 2 هو العدد 8. نقوم بالتعميل بالعدد 8 عامل مشترك في المقام، فنحصل على 8 عامل ل 3UN زائد 1، وهذا التعبير ما هو إلا تعبير VN. إذن نحصل على VN زائد 1 تساوي 1 على 8 VN. وبالتالي VN متتالية هندسية أساسها Q يساوي 1 على 8، وحدها الأول V0 يساوي U0 ناقص 2 الكل مقسوم على 3U0 زائد 1. حسب معطيات التمرين U0 هو العدد 1، 1 ناقص 2 هو العدد ناقص 1، 3 في 1 هو العدد 3، 3 زائد 1 هو العدد 4. وبالتالي V0 تساوي ناقص 1 على 4.
السؤال 4-2 لنحدد VN بدلالة N. لدينا VN متتالية هندسية، إذن حدها العام يكتب على الشكل: لكل N عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي P، VN يساوي VP في Q أس N ناقص P. نختار P يساوي 0 فنحصل على: لكل N أكبر من أو يساوي 0، VN يساوي V0 في Q أس N ناقص 0. حسب ما سبق، V0 هو ناقص 1 على 4 و Q هو العدد 1 على 8، وبالتالي نحصل على: لكل N عدد صحيح طبيعي VN يساوي ناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N. السؤال 4-3 لنستنتج أن UN تساوي 2 ناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N، الكل مقسوم على 1 زائد 3 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N. أولا لنحدد UN بدلالة VN. لدينا حسب معطيات التمرين VN تساوي UN ناقص 2 الكل مقسوم على 3 UN زائد 1. ستكافئ جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. هنا المقام في هذا التعبير هو العدد 1، فنحصل على VN عامل ل 3 UN زائد 1 تساوي UN ناقص 2 في العدد 1 أي UN ناقص 2. في هذا الطرف نقوم بعملية النشر فنحصل على 3 VN UN، VN في 1 هو VN. ثم أقوم بتحويل VN للطرف الثاني ليصبح ناقص VN، وفي نفس الوقت UN للطرف الأول ليصبح ناقص UN. ثم نعمل ب UN فنحصل على UN عامل لي 3 VN ناقص 1، ثم هنا ناقص VN ناقص 2، وبالتالي نحصل على UN تساوي ناقص VN ناقص 2 مقسوم على 3 VN ناقص 1. قمت بقسم الطرفي هاته المتساوية على 3 UN ناقص 1. يمكن القسمة نظرا لأن لكل N عدد صحيح طبيعي VN تخالف 1 على 3، يعني هذا المقام يخالف 0، لأن VN تساوي ناقص 1 على 4 الكل عامل لواحد على 8 الكل أس N، دائما يخالف 1 على 3 لكل N عدد صحيح طبيعي. وبالتالي UN تساوي 2 زائد VN الكل مقسوم على 1 ناقص 3 UN. من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة قمت بالتعميل بالعدد ناقص 1 في البسط وناقص 1 في المقام، ثم أختزل ناقص 1 من البسط ومن المقام لأحصل على هذا التعبير. لتحديد UN يكفي تعويض VN بتعبيرها، فنحصل على 2 زائد ناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N، ثم الكل مقسوم على 1 ناقص 3 عامل لناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N. هنا نزيل فقط الأقواس فنحصل على ناقص، ثم هنا ناقص 3 في ناقص 1 على 4 هي زائد 3 على 4. السؤال الأخير لنعد حساب نهاية المتتالية UN. لدينا UN تساوي 2 ناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N، الكل مقسوم على 1 زائد 3 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N. بما أن 1 على 8 محصور بين ناقص 1 و 1، فإن نهاية 1 على 8 الكل أس N عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر، وبالتالي نهاية ناقص 1 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر، وكذلك نهاية 3 على 4 عامل لواحد على 8 الكل أس N عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي صفر. إذن نهاية البسط ستساوي 2 ونهاية المقام ستساوي العدد 1، وبالتالي نهاية المتتالية UN عندما يؤول N إلى زائد ما لا نهاية تساوي 2.
بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.